بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدي محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم التشكيلي الديني لوحة للطاهرين. لوحتنا اليوم تروي لكم نبأ ولادة شبل الإمام الرضا، الإمام محمد بن علي الجواد، صاحب هذا المشهد الشريف الذي استضاءت الأرض بنور قدومه المحتم، وتعلم الناس بنور علمه. فتعالوا معنا لنتصور هذا المشهد البهيج من خلال لوحة للطاهرين. مر على عمر الإمام الرضا عليه السلام أكثر من 40 سنة ولم يرزق بولد، فكان هذا الأمر مدعاة قلق لأنصاره، لأنهم يعتقدون بأن الإمام التاسع سيكون ابن الإمام الثامن، ولهذا كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن يمن الله عز وجل على الإمام الرضا عليه السلام بولد، حتى أنهم في بعض الأحيان كانوا يذهبون إلى الإمام عليه السلام ويطلبون منه أن يدعو الله سبحانه أن يرزقه ولدا، وهو عليه السلام يسليهم ويقول لهم ما معناه: إن الله سوف يرزقني ولدا يكون الوارث والإمام من بعدي. يعلم الله تعالى مدى الفرحة التي غمرت قلب الإمام الرضا عليه السلام في تلك الليلة التي كان ينتظر ولادة ولده الأعز الأكرم، ويعلم الله عز وجل مدى شوق الإمام إلى رؤية محيا شبله الذي تقرر أن يطأ الأرض فتشرق الأرض بنوره. اتخذ الإمام الرضا عليه السلام التدابير اللازمة لهذا الضيف العزيز الذي له شأن عظيم، فخصص حجرة من حجرات داره، وأمر عمته السيدة حكيمة بأن ترافق السيدة خيزران مع القابلة إلى تلك الحجرة استعدادا لاستقبال المولود المقدس، وجعل في تلك الحجرة شمعة يستضيئون بها، وأغلق عليهم الباب، وحضرت لحظة الولادة وانطفأت الشمعة فكانت الولادة، وأضاء المكان فاستغنوا عن الشمعة وعن كل سراج، فأخذته حكيمة ووضعته في حجرها، ويتبادر الإمام الرضا عليه السلام ويفتح الباب، يأخذ طفله العزيز ويضعه في المهد،
وتراه بعد ذلك يلازم مهد ولده ليناغيه. عاش الإمام الجواد عليه السلام بصحبة والده العظيم سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وكانت دلائل إمامته تظهر يوما بعد يوم، وقد حل في أوسع مكان في قلب والده البار العطوف، يشمله بعواطفه ويغمره بألطافه. وكان الإمام الرضا عليه السلام يعجبه أن يذكر ولده العزيز بكل تعظيم وتجليل، فلا يذكره باسمه بل يذكره دائما بكنيته، ويذكره بأبي جعفر، فهذا محمد بن أبي عباد كان كاتبا للإمام الرضا عليه السلام يقول: ما كان يذكر الإمام الرضا عليه السلام ابنه محمداً إلا بكنيته، يقول: كتب إلي أبو جعفر، وكتبت إلى أبي جعفر، وهو يوصي بالمدينة فيخاطبه بالتعظيم. وترد كتب أبي جعفر عليه السلام في نهاية البلاغة والحسن، فسمعته أي الإمام الرضا يقول: أبو جعفر وصي وخليفتي في أهلي. وكان قانعا بما قدر الله تعالى له، قد زكاه الله عن كل رجس ورذيلة، وقذف في قلبه علوم الأولين والآخرين. أما ألقابه فهي: التقي، الجواد، المنتجب، المرتضى، المختار، المتوكل، القانع، الزكي، العالم. وكل لقب من هذه الألقاب يدل على فضيلة ومنقبة كانت متوافرة في الإمام الجواد عليه السلام، فهو أتقى أهل زمانه وأكثرهم جودا وسخاء وكرما. انتجبه الله تعالى واختاره وارتضاه للإمامة من صغر سنه.
فقد توكل على الله في جميع أموره. كنا معكم أحبتي المشاهدين في برنامج لوحة للطاهرين، شكرا لطيب متابعتكم، انتظرونا وحلقة أخرى لنتعطر بها للطاهرين، دمتم بخير.